الوطني المغربي تعادل مع الكونغو الديمقراطية. واش دوما حشومة يا حنا ما لعبش ما دوا عنده الحق ما لعبش صافي صافي امين حشومة الدراري حشومة صافي من غير صاحبي والله حشومة حشومة صافي التعادل الايجابي للمنتخب المغربي. شنو هو السبب اللي خلى المنتخب الوطني المغربي يتعادل في هذا الماتش؟ واش هي اسباب الرطوبه والحراره العاليه ولا اسباب تكتيكيه؟ داكشي اللي غادي نعرفوا في هذا الفيديو. خليكم معنا ما تمشيو فيه. السلام عليكم الاخوان. بالنسبه للتعادل المنتخب المغربي فيه عده نقاط، كاينه منها امور ايجابيه ومنها امور سلبيه. بالنسبه للايجابيه هو ان المنتخب المغربي اليوم ما كانش في نهاره وخدا نقطة التعادل. نقطة التعادل كتخلينا في المرتبة الأولى في المجموعة وكتعطينا واحد النسبة ديال أكثر من 90% أننا دايزين وأننا تأهلنا للدور الثاني على الأقل كأحسن ثالثات، لأن حنا مادام عندنا 4 نقاط راه صعيب على أي ثالثة تجيب 4 نقاط وما تأهلش. إذا هذا كاحتمال، أما بالنسبة مازال عندنا ماتش آخر مع زامبيا ممكن نربحوه ونطلعوا الأولى متصدرين في المجموعة. أما بالنسبة للأمور الأخرى كثيرة وعديدة وهي اللي غنطرقوا ليها في هذا الفيديو. المهم في الأول ما تنساوش تدعموني بلايك سبسكرايب جيم، تشاركوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. واحد النقطة اللي وقفتني أنا في المباراة هي كثرة التوقفات وهو المشكل التقني ديال جهاز الاتصال ديال الحكم مع الفار. هذا هو المشكل اللي خلى المباراة شي شوية تبان ركيكة شي شوية، المباراة توقفت بزاف ولكن البداية ديال المنتخب المغربي كانت واعرة. غير غنشير واحد النقطة اللي كانت في النهاية ديال الماتش اللي ما عجبتنيش الصراحه. التعادل 1-1 في لقاء يا وليدي الركراكي كان فيه الكثير من المعاناه. هدوك يا مبيمبا، هدوك يا وليد. الكره غضرب بوتو وغتخرج بونو يا بونو يا بونو يا بونو. كان دور الحكم لضبطنا الامور، يعني تصرفات وسلوكات غير مقبوله من جانب المدافع مبيمبا. هي المدافزه ديال وليد الركراكي مع بيبا سانشيل بيبا اللاعب ديال الكونغو الديمقراطيه وكيلعب في نادي مارسيليا الفرنسي. هذا اللاعب هذا دائما كيخرج بتصريحات مستفزه، عنده شي شويه ديال رده الفعل زايده، وداك الشيء اللي شفناه حتى في المباراه وخاصه في النهايه ديال الماتش. فاش بغى يسالي الماتش طلب منه الحكم انه فاش طاح طلب منه انه يخرج خارج ارضيه الملعب واحد شويه ديال الوقت عاد يولي يدخل، كما كيكون في القانون ديال كره القدم ملي كيسقط واحد اللاعب فعلى ارضيه الملعب واحد المده فكيطلب منه الحكم يخرج ويولي يدخل مور ما يعطيه الحكم الاشاره ديال استئناف اللاعب. ولكن سانشيل بيبا كان متوتر وكان متعصب لواحد بواحد الطريقه زايده بزاف. وليد الركراكي ملي سال المباراه مشى لعندو باش يصافحو، ربما بغى يتكلم عليه بغى يتكلم معاه بغى يوجه له بعض الكلمات ولا بعض النصائح، ولكن شفنا رده فعل ديال بيبا كانت زايده على اللزوم وخرج بواحد الحركه ودار واحد الحركه اللي صراحه غير اخلاقيه لوليد الركراكي. داكشي اللي خلى اللعابه ديال المنتخب المغربي حتى هما يخرجوا السيطره ديالهم وشعلت الاشتباكات. مرات هذه المدافزه خارج ارضيه الملعب في الممر الشرفي اللي داي المستودع الملابس، فاش شفنا النصيري تبع بيبا لانه انفعل النصيري بواحد الشكل كبير. ولكن كنتمنى الامور تكون حبست عند هذا الحد، لان حنا كمنتخب مغربي عندنا صوره مشرفه مع الاخوان الافارقه كاملين وفي افريقيا كامله. وحتى وليد الركراكي شفنا في التصريح ديالو مور في الندوه الصحفيه فاش سولوا الصحفي على اسباب الخلاف مع بيبا، فقال له حنا غير الادرينالين اللي كانت طالعه وكانت الحراره وكان الانسان الدم سخون وراكم عارفين المباريات وهذا الشيء كيوقع عادي، ولكن الله يسامح يعني ما كاين حتى شي حاجه. يعني هنا خص الانسان يحبس، خاصه الاخوان اللي في السوشيال ميديا والصحافه فكيسير الحبر على بزاف ديال الحوايج واخا كتكون بسيطه كيكبروا المسائل بزاف. بالنسبه للمباراه، المنتخب الوطني المغربي دخل المباراه بصوره اكثر من رائعه، جيده جدا. تقريبا 20 دقيقه الاولى لعبنا الماتش في الطوب، استحوذنا سيطرنا بالطول وبالعرض، سجلنا هدف في الدقيقه الثالثه، يعني كل شيء كان غادي مزيان. كنا كننتظروا نتيجه اكبر للمنتخب المغربي. في الحاله اللي كان فيها الكونغو الديمقراطيه ضعيف، كان هش، كان مشك في نفسه، ما كانش عاطي صوره ايجابيه، كان مخلوع من المنتخب المغربي كاسم كرابع العالم. تما حنا واش استغلينا الفرصه؟ ما واش زدنا هدف اخر؟ ما زدناش. واش بغينا نزيدو نبركو على المنتخب الكونغو الديمقراطي ونسجلوا اهداف اخرى ونحاولوا دائما نضغطوا ونربكوهم في المنطقه ديالهم؟ ما درناهاش. علاش؟ لان من الدقيقه 25
وما تبقى حتى الدقيقه حتى الدقيقه 94 او 96 اللي زاد الحكم وقت بدل ضائع ما شفناش المنتخب المغربي. المنتخب الوطني المغربي لعب 25 دقيقه حتى 30 دقيقه ربما اللي كانت زوينه بالنسبه للمنتخب المغربي في المباراه ديال الكونغو الديمقراطيه. اما باقي الوقت في شوط او لا شوط ونص المنتخب المغربي ما كانش حاضر تماما من جميع الجوانب تكتيكيه وبدنيه. نقولوا من الاسباب ان الحراره والرطوبه العاليه، الرطوبه والحراره العاليه الاخوان ديالي راها على المنتخب المغربي وعلى الكونغو الديمقراطي. غتقولوا باللي الكونغو الديمقراطيه منتخب افريقي مولف بالاجواء، غنقول لكم لا، لان معظم العناصر ماشي معظمها ولكن كلها تقريبا ما عدا جوج اللعابه ديال الكونغو الديمقراطيه اللي كيلعبوا في دوريات افريقيه، اما الباقي كلهم كيلعبوا في دوريات اوروبيه. واغلب اللاعبين ديال الكونغو الديمقراطيه مزيودين في ايطاليا فرنسا الانجليز وغيرها من الدول ديال اوروبا. يعني هذا المنتخب هذا كيف ما كتشوف المنتخب المغربي راه حتى هو بحالنا بحالو في جميع الاشياء، يعني حتى هو عنده 90 حتى 99% من اللاعبين اللي كيلعبوا فيه في التركيبه البشريه محترفه، ما عندهمش لعيبيه في البطوله الوطنيه او لا في البطولات الافريقيه كما قلنا، ما عدا جوج اللعابه اللي كيلعبوا في قلبي دفاع، اما الباقي كلهم محترفين. يعني هنا جينا بالنسبه للرطوبه والحراره حتى انهم تزادوا في البلدان الافريقيه، ما تزادوش في البلدان الافريقيه، تزادوا في البلدان الاوروبيه. هذا علاش قلنا الامور متساويه، لم نزيدوا الاخطاء ديال اللاعبين، المستوى ديال اللاعبين اللي كان اليوم مستوى كان ضعيف بزاف. سليم املاح بالنسبه للشيبي، الشيبي اللي شدنا به في المباراه اللي دازت قلنا قدم مستوى رائع وكان مزيان، اليوم بين على ان الشيبي صافي سالت المسيره ديالو في كاس افريقيا واحد النسبه ديال 90%. وهذا الماتش هذا بارك عليك اخي الشيبي، كنتمنى التوفيق لك ان شاء الله الرحمن الرحيم في باقي المناسبات، ولكن كنتمنى ان الركراكي يعفيه خاصه من الظهير الايسر، لان الشيبي اليوم هو واحد من الاسباب ديال التعادل ديال المنتخب المغربي، وكان غيكون واحد من الاسباب ديال الهزيمه ديال المنتخب المغربي، ولكن الحمد لله اللي ما تسجلوش عديد من الفرص ديال المنتخب الكونغو الديمقراطيه واللي تهدرات. ومن الاسماء ايضا اللي كانت اليوم عفا سليم املاح، سليم املاح هو سبب ديال البيلانتي، بيلانتي اللي دائما سليم املاح في ما كيطلع في الكره فاش كيطلع باش يدير تغطيه ولا كيدافع بالراس، فكتلقى دائما سليم املاح كيطلع بيديه، كان عنده اخطاء كثيره وكان عنده تدخلات عنيفه، وكان خدا البطاقه الصفراء، وممكن كان احتمال انه ياخذ البطاقه الحمراء لولا التغيير ديال وليد الركراكي اللي فطن هذا الامر هذا. حتى امرابط اليوم ما عجبنيش، ما كانش ذاك المستوى الكبير، ولكن كان اقل اخطاء من سليم املاح والشيبي، ولكن ما كانش اليوم مرابط هو مرابط. علاش؟ لان المدرب دي صابر كان ذكي وتعامل مع الطريقه والخطه باش كيلعب وليد الركراكي ديال 4-1-4-1، جاب لعاب وحطو في الظهر ديال امرابط، وكان كيلعب عليه الكره الصغيره في المنطقه العمياء ديال المدافعين. هذه هي نقطه القوه ديال الكونغو الديمقراطي، والسلاح اللي هضرنا عليه في الفيديوهات القديمه هو الكره السطوليه، تما فين كيستغل الكونغو الديمقراطيه الهفوات ديال الدفاع الخصم، وهذه نقطه من النقط اللي سجلوا بها على زامبيا. وحتى اللاعب سفيان بوفال اليوم ما كانش سفيان بوفال، اللي ما عطاش الفعاليه في الجهه اليسرى، وحكيم زياش اللي كان دائما هو الحلقه القويه في المنتخب المغربي فاليوم بان مستوى اقل من المتوسط، يعني اغلبيه اللعابه اليوم بانوا مستوى اقل من المتوسط، ما عدا غنشيد بالمستوى ديال نايف اجرد اللي كان مستوى رائع، كان مستوى كبير اليوم صراحه، قدم مباراه كبيره هو اشرف حكيمي. اشرف حكيمي صراحه واخا هو ماشي اشرف حكيمي اللي متعودين عليه، ولكن قام بادوار دفاعيه كبيره اللي نقذ المنتخب الوطني المغربي واحد جوج ولا ثلاثه الفرص اللي كانت تشكل خطوره كبيره. طريقه باش تسجل الكونغو عاود داك الطريقه جوج مرات ولا ثلاثه، وكان ممكن يسجل علينا بيت وجوج بنفس الطريقه، هذا هو المشكل، وخاصه من جهه الشيبي اللي اليوم كان ضعيف واحد الدرجه كبيره صراحه، ومنه جاء الفوط ديال البيت، ومنه كان واحد جوج ديال الفرص كان ممكن يتحولوا الاهداف. هذا علاش قلت انا ربما الماتش الجاي غتعطى فرصه، ما بغاديش يكون الشيبي في الماتش، خاصه الا كان عطيه الله في الفورما واجد، او لا نصير المزراوي الى عاد ان شاء الله الصحه ديالو كامله فغادي يكون في الماتش الجاي. بالنسبه للمباراه عموما خرج منها بدروس، وكنقولوا ان الحمد لله اللي جات في هذه الوقيته هذه هي الوقيته ديال دور المجموعات، لان دور المجموعات جات مبكره، جات يعني بكري شي شويه، مزيان نطيحوا في الاخطاء ونعرفوا المستوى ديالنا الحقيقي.
وعرفوا اننا غادي نواجهوا مشاكل مع الفرق الافريقيه، ماشي هي الفرق اللي واجهناها في قطر، وخا قطر واجهنا منتخبات كبيره وعالميه، ولكن القوه البدنيه وبزاف ديال الاشياء في افريقيا ما كايناش عند المنتخبات الاوروبيه. داكشي علاش وليد الركراكي ربما عنده واحد النقطه ايجابيه في هذا التعادل هذا بين المنتخب الوطني المغربي بهذا الصوره، باش يعرف يصلح الاخطاء ديالو. محد الوقت مازال عنده، محد ان مازال الوقت مبكر، محد ان مازال عندنا ماتش ثالث في المجموعه ممكن نطلعوا الاولى لما لا وبسبعه نقاط، فالامور كتبقى وارده على جميع الاحتمالات. المهم كنتمنى المنتخب الوطني المغربي يفوز في المباراه الثالثه مع زامبيا، كنتمنى هذا الدرس يكون مفيد لجميع اللعابه والمدرب وليد الركراكي. المهم نتوما الاخوان كيفاش بالكم المستوى ديال المنتخب المغربي مع الكونغو الديمقراطيه؟ ما تنساوش دعموني بلايك سبسكرايب جيم، شاركوا في القناه، تهلاو.